اقول شيء يا اخوان حبيبتي. سويت مع عمت اليوم؟ ما سوينا شيء. على وين رحتوا؟ المباركية. عاد شريتي لي شيء من هناك؟ لا. ايش دعوة يا يوبا؟ عاد انا ما يعني الغداء جاهز يا ست شيخة. ان شاء الله يبا ان شاء الله حن حدر. يلا يبا الغداء جهز. روح انت غدا انا ما اشتهي، اكل سمبوسه بالمباركيه وسدت شبدي. زين على الاغلى يبا تعال قعد وياي. فشلت كذا قاعد بروحي يا هلك. واي خليفه ليش فشلخه؟ انت قريب روح تغد، انا مالي خلق تعبانه من فراره السوق بريح. يلا روح. ان شاء الله يبا ان شاء الله. فهود ايش قاعد تسوي؟ وين راح؟ وين ما منحاش؟ اقفل 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 يا المجنيت الحياه، ايش قاعد تسوي؟ ما تتكلم يا ما ولا شيء، قاعد استانس معاهم. وما لقيت تستانس بهالمسخره وقله الحياه؟ عنبوك فاتح للبيت كاميرين. ايش دعوه يما؟ انا قلت يا شب ولا كلمه ولا ترددني. وانت يا جليله الحياه ما تستحين على وجهك قاعد تميلين ترقصين قدام الرايين؟ ما عندك شغل ولا الغناوي اهم من شغلك؟ شب اوف عليك يا عبد وقول ريان طول عرض قاضب لي هالجدر وتسقل فيه، ايش خليت حق لي يا حلا؟ يمه سنيه وعبده ما لهم شغل بالموضوع، انا ناديتهم عشان يسمعون اسفي. وعشتوا يسمعون القصبجي يا حدك عاد. اجاني وياك اشوف العود بيدك مره ثانيه، بدل هالدندنه والمسخره وقله الحياه، روح كمل دراستك، تعلم شيء من ابوك بالشركه. يمه ما صارت ترى عيشه هذه. شنو يعني ما صارت عيشه؟ شوف ولا كلمه ولا تردني يا صبي. انا ماني صبي، انا ريان، كل ما سويت شيء بهالبيت كليتوني. ادلف وانت بعد. اسمعني انت وياها، اياني وياكم اشوفكم مره ثانيه تسوون كذي، جايبك لي انا طبال ولا طباخ؟ يا عاد سوي الغداء، اما بعينك انت وياك قله حياه. اي والله سامي جمال. نواف حطي شويه مرق هنا سميد الشمس. بالعافيه. احط لك بطاطا ايوه؟ اي 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 تفضل. مشكور. بالعافيه ان شاء الله. انا ما قلت لي ايوه شو نسوي بالشغل عساك مرتاح؟ الحمد لله يبا الحمد لله. مسؤولي خوش ريال يبا مريحك ان شاء الله. واي الحمد لله رب العالمين. والله يبا انك قول فعل صج ريال. الزين فيك انك ما تركت الدراسه. عفا عليك يبا تربيتك انا تربيتك. اقول يبا هلا يبا عطاه الشيكه. ايه يقول موظف عند المتوسط. حلو خلي وليد يداوم هناك. لا انا ما بيتوصف. ليش عاد؟ وليد ترى ما يبي له شيء، ترقم ملفات وبس، حط مكانهم. نواف ما بيتوصف انا. ترى خوش راتب وليد، ايش فيك؟ نواف خلاص ما بيتوصف. بسم الله. يبا صار فين؟ تعرفون راتب فين؟ الحمد لله. يما وين رايح؟ اقعد كمل اكلك. ما ابي اكل، خلاص شبعت. وي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايش فيك على اخوك؟ ارتحت الحين؟ استانست يوم انك غثيته؟ ايش قايل لكم انا؟ يبا صراحة ولدك دعله، وادي مدعينه صراحة. والله ماكو دعله غيرك انت، كلكم والله دعل. لعنوا بداركم خلوه، مو كافي اللي هو فيه. بس تعوذ من ابليس، يما نوره، روحي المطبخ. لا تروحين يبا، لا تخلي تغدى ويانا هني. هو مو على كيفك، قومي يما، قومي روحي المطبخ نتفي لاخوك، قومي. اي مصلحته انا بالله ذب الله منك ابليس. يبا انا بمصلحته ابي يشتغل شوف الناس. فكنا يرحم والديك تبي مصلحته تبي مصلحته. الحمد لله رب العالمين. ها وعلامكم اكلوا. ينوكل وياه سد نفسي هذا. شفتي هالفقير هذا؟ خلاه يعاف ويبيته ويقوم على طوله. ها يبا يعني ما زرت حجه؟ بس كل ما تحجه صار شيء. ما زرت حجه؟ سلامك انت اشو ما قمت تعيش مع حد ولا تقدر احد. خلاص يبا خلاص كل مره نقول خلاص يبا خلوا على كيف استغفر الله يا رب. يا لا حول ولا قوه الا بالله. شنو الحمد لله رب العالمين.
استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مو مقدرين حالة الفقير هذا، ما يقولون معاق نريحه نهدي وياه، لا مناجرين نجرة. بس صل على النبي، صل على النبي تعوذ. اللهم صل عليك يا نبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله وإنا راجعون. هلا الظاهر اعطيتني الدفتر بالغلط. وي وانا عبال نسيتها بالبيت. عاد انا دورت عليك عقب المحاضره بس ما حصلتك. مشكور. العفو. ليش ناطرني للحزه؟ ما على بالك يمكن رجعت البيت؟ بلى بس قلت انطر اخر واحد يطلع من الجامعه، واذا ما حصلتك اليوم اي من باكر الفجر وادور عليك واعطيك. مشكور. العفو. خير في شيء؟ ها؟ لا 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 ادري ما في شيء. خلاص انطرني بالموت انا الحين. ايجار. مع السلامة. مع السلامة. يلا الغدا زاهم. يلا سنية. محسن يلا يا يبا. زين زين. جبت الأبوط؟ أهو الأبوط. ليه يسمونه أبوط؟ هاك خل هذا يمك أبوط. هاي الفهد وين؟ هاك وتي قاعد بداره زعلان ماد البوز. في بعد هذا ماد البوز؟ اوه مالك شغل فيه انت بسم بالرحمن. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. ويه زين نزلت. ها قوتي ماد البوز ثلاث اشبار. يا عان شنو يعني ماكل؟ تبين اصعد فوق غرفتي؟ بس عاد انا ربربه الزايده. يلا لا طول لسانك وكل. يا. اعطيني ماد الدقوس. يلا. ليش بقول شيخة بنت اخوي شارت علي شور وانا وافقت وقلت خلنا نبدي فيه الاسبوع الجاي. وشنو هالشور؟ يعني انت يما عندهم في البيت نسهر نتغدى نتعشى يعني اليوم على الحلوه. والله خذ شور. ليش ما قلتي من زمان؟ بس يما انت تدرين انا كل يوم عازر عمتي عصريه عشان اطلع مع سهيله وناديه. ويه انتوا عمتك عصريه ما ادريش مستفيده منهم هذيله. بعدين تعالي تبدين بيتهم على بيت خالك عيسى. هو يما شفيك انا ما بدي احد على احد بس انا متعوده كذي من زمان. شو اللي تغير؟ اللي تغيرني انا اللي بغيره الحين. لا بنروح بيت خالك عيسى. كلمه وقلتها انتهى. شوي شوي على البنت ما قالت شيء. لو سمحت محسن كلمتي وقلتها بعدين ايش دخل بيني وبين عيالي؟ يا سلام يعني مو عيالي هذول بعد. يبا ما قلت شيء عيالك بس خلاص عاد شور وخذيته وقلت انت موافق بعد ايش حق القرقه والحكي الفاضي والله. زين انا عندي لكم خوش راي تسمعون؟ زين تو خلاص سمعوا يمكن يوزلكم. غرد اهو اشوف خل اسمع. انا اقول دلول يمعي عند خالي ويمعي عند عمي كذي تنحل المشكله وما حد يزعل. اي عدل كذي خوش رايك. اي عدل خلاص موافقه بس ها اول يمع لنا. ايش قلتي؟ ان شاء الله. اقول فخور والله من سهل تطلع منك شغلات زينه يا الاسود. طول عمره يطلع مني يفا عليك بس انت كل ما قلت شيء دقرتوني وانت طايح فيني يا الاثول ويا الاثول. كل وانت ساكت يا الاثول. ابوك تغشمر ايش فيك؟ سعود سعود وليد
ويه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا انت شو على بالي ابوك؟ ما شنو هذا الخام كله حق منه؟ اقعد اقعد وانا اقول لك. لولو ما تدري لو مصار بالصف متنا من الحرب، بنك مراده تشتغل، تعرفين ايش سويت؟ جبت الدره، جبت هذا الكشكول الاحمر ب 200 صفحه، صعدت فوق الدره ومسكت بيته وقعدت افر 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 البنكه، تقل اشقلها اليوم، مراده تشتغل، ولد منو تي؟ هذه الابله سهير عرفتيها؟ جت وقفت تحت وقعدت تحن تحن علي، نزلي ونزلي نزلي ونزلي، قلت ابد الا اشقل البنكه اليوم، فريت فريت البنكه مراده تشتغل، تعبت تعبت تعبت، ايدي طاحت ولا يطيح الكشكول وين؟ فوق فوق راس الابله بالضبط، فوق راس الابله، كني منشنته فوق راسها. طاحت لبلة وقعدت وتون ماسكة راسها وتحن وراسي وراسي، والبنات خو ما صدقوا، كل واحدة طاحت بصوب وقعدت تضحك، ماسكة بطنها وقعدت تضحك. زي ما انفصلت اليوم أنا على هالسالفة هذه والله. انت شفيت؟ شفيت أنا قاعد حاجي منه؟ ما فيني شيء. ما في شيء أنا قاعد حاجي منه أنا؟ ما فيني شيء، قاعد ارسم. ايه 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 قاعد ترسمين. ايه ايه هذه الرسمه يبي لها شغل، هل هالدويره هذه ويا الخط، ايه يبي لها شغل، صعب صعب وايد صعب. ايه طيب هو يحبش حق طماز انت؟ ايه ما فيني شيء، رسمي رسمي رسمي، سالف مع نفسي. انا قدام عندي ماكينتي يا يمه، اخيط لي كم نفنوف دراعه تنوره، ومنها قضي وقتي في شيء يفيد واطلع بيزات. زين يمه ليش ما تبين ابوي يدري؟ ويا يمه اندر ابوك بعفسنا، اندر اني اشتغل بعفس البيت فوق تحت يا يمه، بحمق ايش لنا بالطلايب؟ يمه دام تدرين ان شيء يغث ايش حق تسوين؟ مو لزوم يا يمه، البيت محتاج مصاريف يا حبيبي، واللي بقى من معاش ابوك ما يزي، ومعاش نواف يلا يلا يساعد. عاد انا قلت ما يصير اتم قاعده كذي يا يمه معاون حاطه ايدي على خدي بتحسر. حبيبي يا بعد عمري، انا ما ابي ابوك يحس بشيء ابد. ان شاء الله يمه. زين يما الحين الحريم اذا يو شلون تاخذين قياساتهم؟ بتتفقين معاهم؟ ابوي اذا شافهم اكيد بيدري بحيث. لا يا يما ما راح يحس بشيء، خيتي معسكر وعليا ما قصرت، يا يما فتحت لي بيتها وقالت لي استقبل الحريم عندها، وبنيتها وعليا جميله هي اللي بتعاوني بالمقاسات، اخوانا يا يما ما عارفه اسوي شيء كلش. عاد انا قلت بسوي كل شيء بسكات حتى اخوانك لا يدرون. ان شاء الله يعطيك العافيه وعساك على القوه. يعافيك يا بعد عمر يعافيك. اقول شيخ حبيبتي. يبا ايش رايك؟ نروح نتمشى على البحر ونشتري صمونتين قاص ونشرب عصير كوكتيل ونرجع. مالي خلق. ليش أيوة؟ ترى مليت من قعدة البيت. امشي انت ماشي على البحر، واذا ما يزلك الوضع مر والده. لا اله الا الله عليك خليفه، ايش كثر تحن؟ مو شايفني مندمجه بالفيلم؟ ما ادري ايش قاعد طالعينات. مشكله الافلام اللي قاعد طالعينها كلها حب في حب، ولا مره قلتي لي احبك. منت ملزوم تقعد معي، روح الدواوين حالك حال الريايل، ولا روح الحداق. بس حبيبتي انا ودي ادردش معاك. زين بس خلاص، انا قلت لك طلعه ماني طالعه، بتابع الفيلم. أمرنا لله. نروح الديوانية. توصين على شيء من الديوانية ما راجع؟ شنو؟ خصبكتيني والله ما قمت، ما أعرف إيش أقول. تبين شيء وأنا راجع؟ سلامتك سلامتك بتابع. مع السلامة. وينك في لهالحزه؟ ما تستاهل وجهك ابوك في البيت وانت هايت مع ربك هالخمه لهالوقت؟ ما تقول امي ما تعرف تنام لما ندش البيت؟ انت لما تشذي بنت ما تستاهل وجهك. اوهو يما يعني ما راح نخلص؟ كل يوم بتعيدي لي هالاسطوانه؟ اسمع بترد علي عدل وتقول لي وين كنت فيه ولا لا؟ كنت على البحر مع ربعي، فيها شيء؟
إن ما تسنعت بسحب الموتر منك وحريمتك تشوفه. يما ما صارت، كل ما صار شيء قلت لي بسحب منك الموتر. تبينه؟ تبينه هات أخذيه، بس فكيني، صدرتي راسي. يما أنا ماني ياهل، صرت ريال. أنتم متى ناويين تفهمون؟ وتقط السويتش ذي بوجهي؟ ما تسي على وجهك تحاكيني كذي؟ ما كني أمك كني أصغر عيالك؟ أنت اللي حديتيني على هالشيء. يما كل ما دشيت سمعتوني من هالحكي اللي غث. تبوني أهد البيت وأطلع؟ الشرها مو عليك، الشرها علي أنا اللي ما عرفت أربيك عدل. لو طاقتك حالك حال أختك أنت وصغير كان ما وقف قدامي ترددني كذي. ما كني أمك كني أصغر عيالك. الشرها علي أنا، قلت هذا ولدي، دللتك وعززتك وخليتك فوق راسي. وإذا أبوك بغى يحاكيك أقول له حدك، هذا ولدي فهد ما عاد له شغل فيه. آخرتها كذي توقف قدامي وترددني. أزف عن ميك، أزف. لا بارك الله في بليسك أنت وربعك الخمة ذيل. حسبي الله ونعم الوكيل، كذي رددني. هذه آخرتها يا فهود. صلي لشرك انتين ترتاح نفسك ان شاء الله ونامي. ليش الحين كم ساعة الحين؟ اوه راح علي الوقت الساعة الان باكر شي قاعد الصبح. يبا انا قاعدك. لا لا انا قايل حق امينة تقعدني الصبح، بس اخاف تروح علينا وماي. طقي الباب ادش عليك قاعدين. يبا ان شاء الله. يبا حاضر. لا تنسي صلي لشرك انتين قبل التامين. ان شاء الله. توكل على الله. يما يما شنو منو شنو كني شنو يا وحسرتي الساعه كم ابو قعد اي ملك ساده قروته تو مد وي ياكل موت يا تارك الصلاه يما ايش فيك من دوده ايش فيك وي هذا حس ابوك شيل شيل معاي اسكت ولا كلمه بعدين حاجك اقول لك شيل معاي بعدين قلت لك اقول لك حطني وثمية
كان ايش بغيت؟ وينك انت يا الله يهداك؟ وينك؟ ايش قاعد تسوين؟ صباح الخير يبا. الله بالخير والكرامة على يبا. ايش قاعد تسوي انت؟ ولا شيء سلامتك، البارحة عقب ما خيطت راحتي نسيت اشيل مكينتي فقلت اي اشيلها؟ ان شاء الله. احنا بنروح نصلي الصلاة على النبي. عليه الصلاة. ذهبي ريوقنا على ماني. ان شاء الله تمام. وانت يبا. قعد اخوانك وهمهم بسرعة ترى الوقت مضايق حيل. ان شاء الله يبا. يلا يبا قواك الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اصبحنا واصبح الملك بعدين اقول لك روح قعد اخوانك روح. يلا استر روح. امينة. ايوه يا ست لولو. امينة ابوي قعد؟ ايوه وخرج يجي من نص ساعة. واي اشوى مالك خير في ايه؟ ما ادري ايش فيني امس طول الليل مو قادره انام. اخر مره طلعت الساعه كان 8:30 فجاه غمضت بطلت والساعه 10 شوي. معلش اجيلك ريحتي لك يجي ساعه ونص اجهز لك الفطور. لا مين ما يمدي بسرعه اقول حق ادريس خيزه بالموتر عم بدر ثيابي. متى الى ايش ان شاء الله تلحقي. هلا ايش قاعد تسوي؟ قاعد ادرس. ايش قاعد اسوي؟ والله تدرس من الحين واحنا بداية السنة. قولي ما شاء الله. ما شاء الله بس لا تخاف عيني مو حارة. حسبي الله عليكم الموظفين شنكم عافسين عفاس. 13 مسوي بالملفات. شوف طه طه شوف عاد يا شوف لك حلو يا موظفينك هذولا ولا افسخ العقال ولا سبهم واحد ورا الثاني. عاد عبد المحسن علامك انت كله بتلزخ بالعقال وكله بتخانق بيصير كلهم بالحسنه شوفهم شلون يصيرون زقيد. هذولا مو كفو تكلمهم بالحسنه عايز تكلمهم بالحسنه. شوف انا جاب لهم ولا بجاب شغلي ما بقى شيء على الانتخابات. وينك ولا انتخابات الله يهديك انت بتذهب لدوه قبل الفلعه. اسمع عاد شغل انتخابات مالك شغل فيه هذا من اهتماماتي. زين خلاص يبغى مو من اهتماماتي من اهتماماتك انا مالي شغل. المهم بس اللي بقول لك ان كلمتك عواطف على اليمعه. ايه كلمتني تبي الصراحه استانست يا اخي انت يمع بعيد عن هالشركه نوسع صدرنا شوي. انا يوم قالت لي شيخه قلت لها والله زين على زين. الا على طاري شيخه البنات شو اخبارهم؟ البنات يوم صعقره يوم هواش ويوم طاخين خاصه هذه شنقص هذه طيبه طيبة وشيخة أكبر واحدة وأصغر واحدة دوم خناق. لكن لولو ما شاء الله عليها ما شاء الله أكبر من عمرها. يلا عسى الله يخليهم باكر يكبرون ويعقلون إن شاء الله. آمين آمين. منذ نحو 40,000 عام بدأت تجرة الأفراد من سيبيريا وسخلين والصين وكوريا واستقرت في الأراضي اليابانية القديمة وهناك دلائل حديثة تدعو للاعتقاد بأن ثقافة جومون وهو اسم اليابانيون القدماء تعود إلى نحو 14,000 عام قبل الميلاد حيث كان هناك مجتمع من الصيادين والمزارعين. دوام الصبح ودوام العصر شلون تلحق؟ شو أسوي؟ اروح البيت اريح لي ساعه واتغدى بعدين اروح الدوام. الله يعينك صدق تعب شو تركز بعد ظروفنا شويه انا ساعد الوالد بالبيت. اي عدل النواف ودي اقول لك شيء. قولي. بس اخاف اقول لك يكبر راسك. وي شايفه راسي عشان يكبر راسي قولي. ما ادري نواف احس ان انت غير عن باقي الشباب. غير عن باقي الشباب يعني شلون يعني اطير مثلا؟ يا طفك أنا قاعد حاجة من صجي وانت تغشمر. ما أدري يعني نص الشباب هالوقت نصهم طايشين واللي ما عندهم هدف بالحياة والنص الثاني مجابين كتب 24 ساعة ودمهم تقيل. عاد أنا ودي أقول لك شيء بس أخاف أنت اللي يكبر راسك. لا عاد قول. لا لا أنت عاد مبين عليك إذا قلت لك يكبر راسك تصير مغرورة. يكرهك يلا قول.
انت بعد ما شاء الله عليك كلامك وايد حلو، مصفف جميل، يعني لما اسمعه وايد ارتاح. بارع ها؟ والله لا مو قصدي كذي، بس كلامك حلو. وين رايحة؟ بروح البيت. شفت شلون؟ صرت مغرورة وكبر راسك؟ يلا عاد نواف. لا والله قاعد خش مرة. يلا الله معك. زين من رخصتك. يلا مع السلامة. مع السلامة. لا تلبحين علي، قلت لك ما احنا باطين. تاش ذبحتيني. يلا ذلفي اهو. امينه يا ما صارت. امينه يا ربي وين راحت هذه؟ وانت بعد ما شفتي بطيتي تاخرتي على ما لبست عمتي. يلا عير. دقيقه عمتي، انا قلت حق امينه تشب لي فحمه نتبخر ونطلع. اذا كذي مو مشكله ننطر شوي. امينه يلا لا تبطين. الا شيوخه شخبار خليفه؟ الحمد لله بخير. ماكو شيء بالطريق؟ لا عمتي ماكو. ليش يا الخبله؟ ترى الريال ما يقضب الا اليهال الله يهداك. الريال مثل الطير، اذا ما حطيتي بقفص يطير عنك. لا عاد عمتي، خليفه غير كذي، خليفه مو طاير. ويه عشتو كلهم مثل بعض. مالت اقول عمتي شلون فهد ودلال؟ دلال الحمد لله، بس فهد هذا اللي غاثني 24 ساعة من تخرج قاعد في هالبيت يدندن على هالعود وسهر ونوم ليضحى العود. اي والله عمتي ليش ما تزوجينه؟ هو اقولش لا شغلة ولا عملة تقولين لي زوجي؟ خلي كد على عمره بالاول حتى يكد على عيال ومره. ما تدرين يمكن تلاقي له بنت الحلال السنعة اللي السنعة وتخليه يحس بالمسؤولية. لا تو الناس على الزواج، بعدين ما صار بخور. كاهو. اي والله. يلا هاتش يلا زدتش امه. يلا لحظة عمتي. يما وزتك بسرعة تأخرنا ترى. إن شاء الله. يلا طيب واللي عافيك ما نخلق مشاكل، هذه عسر الحين ما تغشمر. ويه ما حكيتي كذي خوافة، أنت مالك شغل، روحي راقبيها وذي تقولي. طيب ما بينفصل. امشي روحي راقبيها. زين. أوف. بسرعة. إذا واحدة منكم فتنت والله يا شك حاجة، فهمتوا؟ طيب يلا. وينها؟ يلا ها بس شو صار؟ طيوب شو صار؟ طالبين ابوي. ويه حسرتنا، ايش بتسوين الحين؟ ما ادري ايش اسوي، اقتل ورقة ما ادري ايش اسوي. هاي انتي نيتي بالله دقوا على ابوك قال لهم ما وصل لي شيء، بتصير بلوى بلوتين. خلاص اقول حق لولو وهي تقول تروح تقول حق ابوي. الله يعينك. امشي بروح ادور مضاوي. ليش؟ ماكو غيرها هي اللي فتنت، بروح اشك حلجها. امشي. هاي احنا مو ناقصين مشاكل. قلت لك امشي. عنيده.
خير؟ شو واقفة هني؟ وين دريبل؟ خير بويك. لا إن شاء الله حين يوصل، مو عايدة يتأخر. الغايب عذر معه. زي ليش واقفة هني؟ روحي وقفي بالظل. شويش؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طيبة طيبو يلا تعال تعال لا تولح براس امك تسامح منها يلا ان شاء الله لا يقرب صابي ما ابي اشبك خلي طز خلي اطلع برا ما ابي اشبك قد وجهك اصلا تكفيني ما سامحيني سامحيني الله يخليك ما ابي اسامحك اي والله عقب شنو عقب ما سمعتني الحكي اللي ما ينقال يما يعني انت ما تعرفين ولدك لما يعصب يخربط ما يميز من قدامه يعني كل مره بتعصب ما راح تميز انا امك عارف شنو يعني امك يعني انت اصمخ عمي لازم تميزني ان شاء الله يما والله بعد ما راح اعيدها مره ثانيه عمري ما راح اعلي صوتي عليك يلا خليك حنونه تعرفي عني اخره ما ابي احبر الله بس راسك يما تكفين سامحيني والله العظيم ما اقدر على زعلك ترى ها اروح انتحر الحين انا اقطع عمري من الدور الثاني ها اشتو اصلا ابوك اللي قال لك تعال مو انت شنو ايه يبا قولها الصج يبا والله العظيم ما انا اللي قلت له لا 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 تبين الصج عاد وهو اللي جاني وقال لي ودني حق امي عشان احب راسه لا ابي يروح ينتحر خليه ينتحر يما تكفين واللي عافيت ها زين خلاص 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 يا ربي يما تكفين سامحيني والله ما اقدر على زعلك خلاص رضيت والله رضيتي اي زين هذا وصله احب راس امك بعد احب راس امك عاد اسمع عاد مو على بني انا رضيت وسكت يعني كل مره بتعيد السالفه هذه لا حبيبي انا ما عندي كيري ميري ابد وابوي شاهد ان عليت صوتي عليك مره ثانيه كري رقبتي كيفك كفو كذي ابيك ريال لا تزعل امك مره ثانيه ان شاء الله يلا حب راس ابوك حب راس ابوك يلا سالفه انت يلا زين شنو غداكم حب راس ابوك ما ادري شنو غداكم قلت حق سنيه تطبخ اي شيء اي والله زين انا ميت جوع يلا قومي تغدي معي ما ابي يما يلا خلاص قوم عواطف شنو يلا عاد انت بعد الولد طالع على ابوه على منو بيطلع يعني يلا تفضل يلا ما شاء الله عليكم صار بينكم صفر تفضل تفضل وتاليتها معاك انت ما تيوزين ما تعلمين؟ انت اسبالك هالعب وياك انا اللي قلت لك هي عيو عن الشطانه ولا تعلمت على الخناق؟ ايش تبين اسوي فيك الحين؟ ايش تبين اسوي؟ اطقك؟ انا عمري ما مديت يديني على واحده من خواتك، لكن لا تحديني اسويها، حيل كل يوم الثاني مطرشين لي استدعاء، ما تقولين عيب، ما يستاهل ابوي يطرشون علي على هالسوالف هذه، ها؟ انا مالي عين احطها بعين الناظره، ايش تبينها تقول عني؟ ها؟ ايش تبينها تقول؟ ما اعرف ربي بناته ولا ما له كلمه عليهم يبا كم ولا كلمه ما ابي اسمع منك ولا شيء ولا انت ما ينفع معك الكلام خلاص تبين كل شيء على كيفك اسمعيني طيبو اسمعيني عدل انا باكر رايح المدرسه وان طلعتي انت اللي غلطانه ترى ما تلومين الا نفسك هذاك الوقت ما بيني وبينك حكي اعصابك هذاك الوقت بيصير عسير الله يعافي يعقوب اللي دخل بينهم اول شيء مسك اسامه واعطاه كم كلمه وبعدها مسك ابراهيم وهم عطاه المكسوم بس الحمد لله بالنهايه هدت الانفوس وتصافى وتحاببوا والله عاد انا اقول لو تفاهم معهم وتاخذ نصيبك بالشركه وايد ابرك لك على الاقل تفتح لك مشروع لك بروحك بدال هاللقوه اللي انتم فيها ها هد اخواني شركه ابوي اي ما فيها شيء هدهم الحين قبل لا باكر واحد يلعب بالحلال ويضيعكم وانتم تطمشون لا ما اعتقد احد فيهم يسويها
واي خليفة، ما أدري منين جايب هالبرود، احسبها عدل ولا تصير مدمق. عفا، حين أنا مدمق؟ ألو، يا هلا أخوي. إي نعم، هذا بيت عيسى الصاوي. شلون؟ متى؟ إن شاء الله بلغة بلغة. إي بس أي مغفر؟